السلام عليكم. اليوم نعرفكم على أجمل بناية سكنية في مدينة مستغانم، واللي راهي يعني نسبة الأشغال بها تقرب يعني حوالي 80 أو 90%. وهنا نشوف الشكل ديالها اللي يختلف نوعا ما، حتى ولو يعني الشكل العام تاع العمارة هو في الأخير مكعب، لكن فيه إضافات جمالية. إذن هذه هي يعني بالنسبة لي أنا أجمل عمارة يعني سكنية اللي شفتها، وهي في الحقيقة إقامة تابعة لمستثمر خاص. نخليكم تتابعوا الفيديو هذا لنهايته، والسلام عليكم.